بعباس شلونك؟ حياك الله. شنو اخبارك؟ والله الحمد لله. عساك. شنو حالة بنيتك؟ والله بنيتي تعبانه هيئه. انت تشوفها. صفر كل شيء ما تعرف. قد عمرها؟ عمرها 14. شنو اللي وصلها لهي الحاله؟ هاي حالتي بعد من الطفوله ليال، واحنا همناها لا عدنيه بقيناها وظلت. ذاك يوم خدناها للدكتور للناصريه قال خذوها للهني، خذوها للبصره، خذوها للنجف. وانا ما عاد عامل اشتغل يوم انت خمسه عشرة والله جاي كسره قلبك. اي والله. وانت روحي بدري انا له امر عليها ما ودي الله وكيل ما مره تعرف يا تقول لها غلط عليها تفكر بيها؟ اي والله افكر بيها. ولا حسن افكر اقول هاي وين تروح تشري الف كل شيء ما تعرف. والله كل شيء ما تعرف. نسبح ونغسل ونبدل ونوكل كل شيء ما تعرف. والله كل شيء ما تعرف. وانا لا عدي كل شيء ما عدي. هاي طقني هم 100 متر قاعد بيها حسب شبعتنا ضيهم مدري قصع قرطني هذا الطيل اختك مطلقها مجاعدك شو وعلى عد هذا مال رعايه مرهون. والله بس هو قيدي سوينا عمليه للمرق عندنا بالصارت خذنا المكتب رحنا حسب سوى قيدي ياخذون وده حسب له 5 10 الله وكيلكم مطلوبين تكمله بالعباس. وهاي حالته في الشمال. هو شنو بالضبط علتها شنو؟ علتها كشوك بس نايمه وبالتليفون. لا علتها شنو؟ البراسه شنو؟ علتها من الطفوله اول ما قالوا ضربت ابو صار امها قالوا سحر. بعدين همنا اول ما قالوا بصفار ضرب عليها هاي نسبته صارت 30%. قبل هذا الدكتور قال هاي يابسه منتهي ما تعيش. ناخذني بهي رب العالمين. ان شاء الله الخير ما يقصرون. اي والله الغيره ما يقصرون ان شاء الله. الله كريم. تمسكون هذا الاجراء مال التقارير الطبيه تمشي بيهن على ما نحصلها راتب. اي والله احنا قلنا بكتلها راتب يفيدها معي. ايوه اريدنا الله واهل البيت هذول. رقية شلونك عمو؟ شي يوجعك؟ شو تردين منه؟ ليش تبكين عمو ليش؟ رقية ليش تبكين؟ قاوي ليش تبكين؟ يقول لا لا تقول للوادم هيك علي انا ما ارضى الروح والله خليني هيك من على من الله يخدم عاد. لا اله الا الله. صار عباس من الرعايه الاجتماعيه. اي والله راح اسجلها. ايوه بس كنت تستاجر انت بالتقارير الطبيه. تعال هسه عباس تعال تستاجر بالتقارير الطبيه واحنا هم وياك. اي والله بالكتاب هم صار عباس يسوي الكتاب للجان الطبيه. اللجان الطبيه تقل اللجان الطبيه تقل اللجان الطبيه وان شاء الله ما يقصروا عنه ان شاء الله معلوماتهم جزئيه عندك. اي